التوقيت الزمني الأفضل، وها هي الانطلاقة لشوطنا الحادي عشر. تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه الشوط الحادي عشر، خصص هنا للبكار أيضا في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. هنا أيضا هذا الشوط يحمل أعداد أيضا تشارك في هذا الشوط، ونتابع معكم المجريات، نتابع الأحداث، نتابع المراكز العشرة الأولى حتى خط النهاية والصراع لليل الفوز والناموس. نفتتح الصدارة هنا أيضا بحشيمة للسيد راشد بن خميس العمري، من تسيطر على زمام الأمور مبكرا. أما المركز الثاني الشاهينية للسيد خلف بن مبارك بالجافرة الحميري، وهنا الضبيل محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، من قدم منصورة بأفضل توقيت، هنا دافع بالضبي في هذا الشوط. المركز الرابع المركز الرابع الشاهينية، هنا من تصل لسعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي، وصل مسري بن حمد بن مسري بالعرض الحميري مع العالمية، من تتدخل بهذا الأداء الجميل هنا فهد بن طحنون الهادري مع زعفرانة. سادسا المركز السابع، المركز السابع وبرا راشد بن سلطان بن حمدان المنصوري، من تأتينا على المركز السابع. المركز الثامن الشاهينية مصبح بن سيف الرايحي، من تأتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع صوغة لسعيد بن الصغير بن قنون لقتبي، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر هنا القادمة أيضا علي بن حميد بن بدر العليلي مع الشاهينية، من تأتي على عاشر مراكزنا بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى خلف بن مبارك بن راشد بالجافلة، هنا الدافع بالشاهينية على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وتأتينا صوغة لسعيد بن الصغير بن دنون لقتبي، من تأتي على المركز هذا الأداء الجميل. شكرا أيضا لقائد القطاع الشمالي مبارك بن راشد بالجافلة، شكرا لك على هذا الأداء التي تقدم الشاهينية. تهانينا لخلف بن مبارك بن راشد بالجافلة. المركز الثاني راهية محمد بن عتيق المقعودي، المركز الثالث منصورة لسعيد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع من وصلت هنا لشطيط بن خليفة لعويس، المركز الخامس الراهي بن سلطان بن حمدان المنصوري، وسادسا علي بن حميد بن بدر العليلي من وصلت. سادسا نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني الذي سجلته هنا الشاهينية مع خلف بن مبارك بن راشد بالجافلة الحميري، وسجل التوقيت الزمني 4:48 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني اتتنا ايضا على ثاني المراكز راهية، قدمت عرض تشكر عليه لمحمد بن عتيق المقعودي الفلاسي ب 4:49 جزءا واحد يتيما من الثانية، هو توقيت زمني. اما ثالث مراكزنا من وصلت على المركز الثالث فهي هنا منصورة للسيد سعيد بن سلطان بن مرخان نكتبي، مسجلة توقيتا زمنيا ومقداره 4:53، جزئين من الثانية. تهانينا.